من الحاجات اللي بتميز اي مرض العلامات والاعراض تكون مصاحبه لهذا المرض، اعراض المريض نفسه ممكن يشتكي منها ويقول لك انا حاسس بكذا وكذا، حاسس بصداع، حاسس بمغص، وعلامات ممكن تبقى على وشه، ممكن تبقى على جسمه، ممكن تبقى على درجه حرارته. علامات واعراض بتعرف الانسان وبتقول له خلي بالك انت عندك مشكله. اخطر حاجه في المرض القلبي ان ممكن كثير من الاعراض دي ما تبقاش ملحوظه. لما القلب يمرض، لما المرض يصل الى القلب والانسان يبقى ما عندوش انتباه لهذه الامراض ولهذه المشكلات اللي ممكن تكون طرقت على قلبه، من هنا بيحدث الخلل، ومن هنا بيقل طلب النجاة من هذا المرض. في مرض الجسم الإنسان لما بيحس بالأعراض أو بياخد باله من العلامات بيبدأ يطلب العلاج، بيبدأ يذهب للطبيب. لكن في مرض القلب يقل الطبيب ويقل طلب العلاج، لأن الإنسان مش واخد باله أن في قلبه مرض. من أكتر الحاجات اتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى كتابه وقرنها مع المنافقين بالذات، الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع النفاق ومع الخشب المسندة. المرة دي هنتكلم عن ايه هو النفاق، ما هي النفاق. زي ما قلنا في المقدمة، النفاق مرض، مرض قلبي. وربنا سبحانه وتعالى تكلم كتير جدا في القرآن من بداية ذكر النفاق خالص في سورة البقرة، زي ما قلنا بداية الكلام عن المؤمنين 4 آيات وعن الكافرين آيتين، وبعدين 13 آية عن النفاق. أول آية منهم قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعدها قال في قلوبهم مرض، اللي في قلبه مرض. تكرر ذكر هذا المرض، المرض المعني به النفاق، في آيات كثيرة جدا في القرآن، زي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أو إيه؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تقدر تستقرأ المواضع اللي ذكر فيها المرض وارتباطها بالنفاق بشكل واضح جدا. طالما المرض ما ذكرش انه مرض بدني، زي مثلا وان كنتم مرضى او على سفر، هنا المقصود بالمرض البدني انه عنده رخصه مثلا للصيام انه يفطر، او رخصه مثلا في قصر الصلوات وجمعها لو هو يعني في مكان معين في السفر، والعلاقه بالمرض البدني. لكن لما يذكر المرض باطلاقه نعرف على طول انه مرض قلب، ان ربنا سبحانه وتعالى هنا بيكلمنا عن مرض القلب، وتحديدا في اغلب المواطن اللي لما تيجي تستقرئها كده في القران وتشوف كلمه في قلبه مرض هتلاقي لها علاقه بشكل او باخر بالنفاق. يبقى اذا احنا بنتكلم عن مرض. لما تيجي نسال انفسنا السؤال الاولاني ما هو النفاق، النفاق مرض. لكنه مرض في الحقيقه زي ما قلنا مشكلته الكبيره انه مش ملحوظ، مش الانسان ما بيشعرش بيه. ممكن ياخد باله من مرضه اللي في جسمه، ممكن لو شويه صداع لو شويه سخونيه يعرف على طول ساعتها انه عنده احتياج انه يذهب لطبيب او انه يتناول دواء. لكن مع النفاق، مع مرض القلب، ممكن يزهد في كل ده، ممكن ما يحسش اصلا ان عنده اي مشكله، وممكن يبقى عارف ان عنده مشكله بس للاسف اثر المشكله دي مش هيظهر هنا، مش هيظهر في الدار دي. الاثر المباشر لمرض البدني بيظهر على طول، هيظهر على طول اول ما يحصل عليه اعراض او علامات. لكن مرض القلب أثره بيظهر في الآخرة، فعشان كده ممكن الإنسان يستبطئ أثره أو ما ياخدش باله من مشكلته، رغم أن برضه بيبقى فيه أسباب أو بيبقى فيه علامات لوجود المرض ده في واقع الإنسان وفي تعثره وفي عدم توفيقه، لكن برضه ما بياخدش باله وما بيربطش أن سبب المشاكل اللي هو فيها دي مرض قلبه، فبالتالي بيزهد في علاجه. لذلك أنا بقول أن أخبث مرض، المرض الخبيث حقيقة لو جاز أن نطلق على مرض لفظ الخبث، فهو مرض النفاق، لأنه في الحقيقة الإنسان لا يعرفه. ومش شرط أن احنا لما نيجي نتكلم عن ماهية النفاق أو إيه هو النفاق أن احنا يبقى قصدنا النفاق العقدي المطلق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم في أكتر من حديث في دلالة على أن النفاق مش شيء واحد، مش في واحد منافق زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت له شكل معين أو صورة معينة. لا، النفاق ده ممكن يبقى شعب، ممكن يبقى أنواع، ممكن يبقى
مسالك متعددة الإنسان ممكن يقع فيها. عشان كده العلماء لما اتكلموا عن النفاق اتكلموا عن نفاق أكبر ونفاق أصغر، واتكلموا عن نفاق عملي ونفاق عقدي، واتكلموا عن نفاق سلوكي، واتكلموا عن نفاق سياسي، واتكلموا عن أنواع كثيرة جدا من النفاق ممكن نحن نحاول نجمعها. لكن اللي بيجمع كل هذا، اللي بيخلينا نقدر نعرف ماهية النفاق حقيقة، مش شرط زي ما قلنا ان يكون النفاق العقدي ان واحد بيدعي الايمان او بيدعي انه مؤمن وهو في الحقيقة كافر بالله سبحانه وتعالى. ده طبعا ابشع صور النفاق واصعب صور النفاق، اللي هو النفاق الاكبر، نفاق هو عارف ومتأكد ان هو مش مؤمن بس بيدعي الايمان، زي ما قلنا في الآية اللي في سورة البقرة: ومن الذي ما يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون، ده مخادع. لكن مش ده كل انواع النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه أو لم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. في شعبة هو، وده حاجة قلبية، يعني حاجة في قلبه كده، لم يحدث نفسه بنصرة الدين أو لم يأتي في قلبه رغبة في التضحية لله سبحانه وتعالى، مات من غير كده، ده مات على شعبة من شعب النفاق. والحديث المشهور جدا اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فيه علامات النفاق وآيات النفاق، والنفاق له خصال، كذا رواية للمنافق 4 خصال وآية المنافق 3 الروايات المختلفة للحديث ده، إن المنافق له علامات وله آيات. في حديث في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. يبقى للنفاق خصال، للنفاق علامات، للنفاق مسالك وشعب ودروب كثيرة جدا. يجمعها كلها حاجة بسيطة جدا، تقدر تقول لو حبينا المعنى البسيط اللي الناس حتى بتفهمه وهي بتتكلم، يقولك الراجل ده منافق، قصده بيها ايه؟ قصده ان هو بيظهر خلاف ما يبطن، ده بينافق فلان، بينافق يعني عمال يكلمه وعمال يثني عليه وعمال يوقره، هو في الحقيقة بيكرهه مثلا، أو هو في الحقيقة لا يعني يعترف بما يقوله عنه، لكن هو بيكلمه بهذه الطريقة. ده يقول لك ده راجل منافق، ده راجل بوشين. كأن للنفاق وجهين، أو كأن هذا المنافق له ظاهر، الظاهر ده له شكل معين، له خصائص معينة، وله باطن مش واضح. وده أصل الكلمة لغويا. في حيوان اسمه اليربوع، يبقى زي ما انتوا هتشوفوا في الصورة كده، نوع من انواع القوارض او الفئران. اليربوع ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن قارد جبان بيتخفى بشكل معين، لانه دايما معرض ان هو يجي له تعبان، يجي له عقرب، يجي له اي حاجة، اي عدو من عدو الاعداء الموجودين حواليه في البيئة اللي هو عايش فيها. فبيعمل ايه عشان يتقي هذا العدو؟ بيعمل حاجة اسمها النافقاء والقاصعاء. الجحر بتاعه بيبقى له فتحتين، فتحة اسمها القصعاء، ده اللي بيخش منها عادي، واللي بيعرف على طول الحيوان المنافس او اللي عايز يعني ينهشه ان هو هنا في يربوع، في هنا القارد ده، الفار ده، هنيجي ناخده من هنا. فبيعمل في جحره كده نفق طويل كده، يفتح على منطقة مظلمة، هي ما بيبقاش باين انها فتحة، هو حفرها لكن ساب كده زي طبقة من التراب الرقيق جدا. أول ما يحس بخطر يقوم نازل في الظلام، نازل في هذا النفق الطويل، ويقوم طالع من النافقاء، يطلع من المكان التاني. كأن العلماء بقى بتوع اللغة لما يقولك أصل النفاق جاء من هذه الكلمة، من نافقاء اليربوع، من هذا المكان المظلم المستخفى الذي يعني ضلل به اليربوع أعداءه عشان ما يكتشفوش أنه هو هنا مستخبي. يبقى هنا في عندنا ظلام، في عندنا استخفاء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. في استخفاء، في حالة من الظلمة. سببها ايه؟ اصل النفاق بقى اللي خلى يبقى فيه جامع بين كل صفات النفاق اللي هنشوفها وهنتعرض لها في كل الحلقات القادمة، سواء الكذب، سواء الخيانة، سواء اللي هنقولها دلوقتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جامعها كله ان هو المنافق ده له طبيعتين: طبيعة ظاهرة له قصعاء، حاجة باينة نقدر نعرفه من خلالها شكله كده باين منها، وله مخرج خلفي، له مهرب معين، له مكان بيستخبى فيه، له ظلام يبين فيه حقيقته التي لا يراها الناس، التي لا يراها ظاهر حاله. وبالتالي برضو ده يخلينا ناخد أنفسنا لسؤال تاني: طب هو بيعمل كده ليه؟ يعني السؤال المهم بقى عشان نفهم النفاق ونفهم خطورة هذا النفاق على أنفسنا. لما تيجي تشوف مثلا حديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكلم فيه عن خصال المنافق أو علامات النفاق، هتلاقي مجموعها 4 حاجات: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وفي رواية إذا وعد أخلف،
وإذا ائتمن خان وزاد في خامسة وإذا خاصم فجر. يبقى عندنا كذب إذا حدث كذب، وعندنا خيانة للعهد، وعندنا خيانة للأمانة أو نقض العهد وخيانة للأمانة، وعندنا إخلاف للوعد، وعندنا فجور في الخصومة. مجموع ده كله تقدر تلخصه في كلمة واحدة: المصلحة. المنافق ببساطة عبد، بس مش لله، عبد المصلحة. حيثما كانت المصلحة يبقى هو ده دينه، هو ده اللي هيختاره. تعال نمسك واحدة واحدة. هو بيكذب ليه؟ بيكذب عشان مصلحته بتقتضي الكذب. طول ما هو مش محتاج للكذب خلاص مش مهم. أول ما يحس إن هو مصلحته مع الكذب خلاص إذا حدث كذب. طيب أنت دلوقتي ائتمنت أمانة، ودلوقتي مصلحته إنه يستولي على هذه الأمانة، خلاص وإذا ائتمن خان. أنا دلوقتي مصلحتي إن أنا استولي على الشيء ده، خلاص. طب دلوقتي عهدك عهد، وظاهر العهد فيه ثقة، وانت مؤتمنه، وانت خلاص قررت ان انت تأمن جانبه، فبدأت له المصلحة العاجلة ان هو ينقض هذا العهد، خلاص ينقض هذا العهد. طيب طول ما هو انت علاقتك بيه كويسة، انتوا سمنا على العسل وعلاقتكم طيبة جدا ببعض، لغاية ما جه في لحظة من اللحظات حصل خصومة، حصل اختلاف، فجر، خلاص المصلحة دلوقتي بتقتضي ان هو يفجر في الخصومة معك، وهكذا. هتجد دايما له حالة ظاهرة انه بيتكلم بثقة، انه بيتكلم بشكل واضح جدا، فالناس مصدقاه وهو كذاب. يبقى ظاهر الامر انه بيتكلم كلام موثوق فيه وهو حقيقته كذب. ظاهر الامر ائتمان وراجل امين وراجل بنأتمنه على امانتنا وهو خائن لهذه الامانات. ظاهر الامن ان انت وثقت فيه واستشفيت فيه في سمته خيرا فعاهدته عهدا فنقض هذا العهد. كل هذا علاقتك به أو رابطه كله على بعضه إن بدت له مصلحة عاجلة أن يخون، أن ينقض، أن يكذب، فكانت اختياراته كلها قائمة على هذا الأمر. لو جيت تستقرئ صفات المنافقين في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل مواقف المنافقين تقريبا هتلاقي هذه المصلحة، سواء مصلحة خايف عليها أو مصلحة يرجوها. يريد شيئا فيكذب لأجله، فينقض العهد لأجله، فيخون الأمانة لأجله، فيفجر في الخصومة لأجله، يبدأ يحققه من خلال هذا. طب عشان يحقق ده لازم يبقى له هذين الوجهين، ومن هذا المنطلق تبدأ تعرف ليه النفاق ظهر في المدينة ولم يظهر بشكله الواضح المعروف في مكة. ببساطة لأن في مكة مفيش مصلحة، في مكة في استضعاف، في مكة في إيذاء، في مكة مفيش دولة، مفيش غنائم، مفيش أي شيء يؤدي إلى وجود إن إحنا نكذب أو إن واحد منافق يكذب أو إن واحد منافق يخون عهد أو إنه أصلا يظهر خلاف ما يبطن. مش محتاج لكل ده، مش محتاج يعمل نفق سري، مش محتاج يغير من شكله أو يغير من جلده، مش محتاج يتلون، لأن ببساطة المصلحة ليست مع المسلمين، وبالتالي خلاص يسارع في إخوانه ويظهر حقيقة كفره من غير ما يكون محتاج. لكن لما بدأ للمسلمين يكون في مكانة ويكون في دولة ويكون في مهاجرين ويكون في أنصار ينصرونهم ويكون في أمة واضحة المعالم، لا أصبحت هنا في مصالح، وأصبح المنافق مطلوب منه أنه ما يبينش كفره أو ما يبينش كراهيته أو ما يبينش بغضه للدين أو بغضه لأهل الدين، وبالتالي صار هناك منافقين. هذا النفاق اللي أدى لظهوره بهذا الشكل زي ما قلنا مرض القلب الذي أراد الدنيا، أراد مصلحته العاجلة. طب ما هو أصلا في مصالح كثيرة جدا ممكن يحققها المؤمن، بس فيها جزء كبير من المصالح العامة، مصالح المؤمنين، مصالح الأمة، مصالح الآخرة، إن هو يخش الجنة أو إنه ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، هو لا يرى كل هذا. مرض حقيقته إن مصلحته عاجلة، ومن أراد هذا الرجل يريد العاجلة، ها؟ منهم من يريد العاجلة، منهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد الآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. المؤمن يريد الآخرة، يريد المصلحة الآجلة التي تدوم، التي لا تزول. لكن المنافق مشكلته كلها أنه متعجل، أنه يريد المصلحة الآنية اللحظية. فهذه هذا المرض الذي استشرى في قلبه، مرض الشهوة، مرض الرغبة، مرض الخوف الشديد جدا من مصلحتي أو على مصلحتي العاجلة، هو اللي أدى أنه يبدأ يتلون ويبدأ يتخفى ويبدأ يغير من جلده ويبدأ يكذب ويبدأ يخون ويبدأ يفجر. كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدور حول هذه المشكلة. يبقى نيجي تاني نلخص اللي قلناه بقى، ما هي النفاق ببساطة؟ النفاق زي ما قلنا مرض، ومرض خبيث جدا، لأنه الحقيقة أنه لا يظهر له أعراض بشكل واضح إلا مع المتتبع اللي فعلا بيحاسب نفسه، اللي فعلا فهم اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي من السلسلة. أنا مش بديك حاجات عشان تحاسب الناس أو عشان تحاكم الناس، ده منافق وده مش منافق، لا، عشان نحاسب أنفسنا ابتداء وعشان نقيم أنفسنا. اللي فهم ده يقدر يلاحظ أعراض معينة ويبدأ يخاف على نفسه من النفاق زي ما الصحابة خافوا على أنفسهم من النفاق. لكن اللي ما فهمش يبدأ بقى يحاكم الناس ويقولك ده منافق وده مش منافق. هذا النفاق، هذا المرض، هذا الخبث الذي يستشري في القلب دون أن يلحظه الإنسان، له مدار بيدور حوله، وهو ببساطة المصلحة التي تجعله يكذب، التي تجعله يخون، التي تجعله يغدر، التي تجعله يفجر في خصومته. لماذا؟ لأنه يريد العاجلة، لأنه يريد الدنيا. حقيقة هذا المرض هو الاستعجال، هو الرغبة العاجلة في مصلحته الدنيوية التي لأجلها يضحي بكل شيء ويفعل كل شيء. فهو ببساطة غير الكافر. الكافر على فكرة عنده مقدسات وعنده حاجات يعني بيسعى من خلالها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على الكفار، قال أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على، عنده آلهة، عنده مش حاجات بيشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادتها. لكن المنافق هو مشرك بحاجة واحدة بس، نفسه، مشرك هواه، هو لا يريد إلا مصلحته، وبالتالي يفعل كل أفاعيله. وهذا هو أصل هذا المرض الذي نتحدث عنه، والذي جعلهم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا منه، مرض النفاق. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.